السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية نستعرض من خلالها أبرز ما جاء في الصحف المحلية الخليجية العربية والعالمية والمواقع الإلكترونية. ونبدأ مع صحيفة الأيام التي أجرت حوارا صحفيا مع رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان السلم حول تقييم أداء دور النقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، فإلى أبرز ما جاء فيه. البحرين، صفحات مضيئة في حقوق الإنسان شكلا ومضمونا، عنوان مقال نشرته صحيفة البلاد للكاتب أسامة الماجد، فإلى تفاصيل المقال. التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث بإزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات أولوية في حقوق الإنسان يمثل شاهدا تاريخيا حيا لمجمل الإنجازات الرفيعة التي حققتها مملكة البحرين في حقوق الإنسان والمكانة الرفيعة المتقدمة التي جعلت منها بقيادة جلالة الملك المعظم مناخا لأصول وقواعد حقوق الإنسان ورائدة على المستوى الدولي في التشريعات والقوانين حتى أصبحت مرجعا للكثير من الدول والمنظمات. سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أعرب عن تقديره لما احتواه التقرير من إشادة بمشاركة المواطنين في اتخاذ القرار عبر مجلسي الشورى والنواب ومشاركة المرأة الفاعلة في المسيرة الوطنية وجهود البحرين ومبادراتها الإنسانية العالمية في نشر مبادئ ومفاهيم التسامح والسلام والمحبة والتعايش الإنساني بين الشعوب. ومن الصفحة الرياضية في صحيفة الوطن نقرأ أن مملكة البحرين حققت إنجازا تاريخيا رياضيا جديدا بعدما جاءت في المركز الأول خليجيا والرابع عربيا بجدول الترتيب العام للميداليات الملونة بدورة الألعاب العربية 15 التي اختتمت يوم السبت بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحقق نجم كرة الطاولة راشد سند أخيرا ميدالية البحرين بفوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة فردي الرجال، ليبلغ الحصاد نهائي البحرين 42 ميدالية ملونة بينها 19 ذهبية و11 فضية و12 برونزية أولمبية. كما حققت اللجنة البرلمانية البحرينية إنجازا جديدا آخر بدورة الألعاب العربية 15 بعدما جاءت مملكة البحرين للمركز الرابع في الترتيب العام لجدول الميداليات والأولى خليجيا بحصولها على ميدالية ذهبية وفضية في رياضة ألعاب القوى لذوي العزيمة. ومن صحيفة البلاد نقرأ أنه تعقيبا على ما تم نشره على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية ومفاده تواصل أشخاص مجهولين مع مواطنين ومقيمين عبر تطبيق واتساب لترويج المواد المخدرة، أكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن تحريات دلت على أن هذه الحسابات المشبوهة يتم استخدامها من قبل أشخاص خارج البحرين، موضحة أن الإجراءات قائمة ومستمرة لرصدها وتتبع مصدرها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت أن إدارة مكافحة المخدرات تقوم بجهود كبيرة لمكافحة آفة المخدرات والقبض على مروجيها والعصابات التي تمتهن الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف أفراد المجتمع بصورة عشوائية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تم ضبطهم داخل مملكة البحرين وإحالتهم للنيابة العامة وملاحقة الأطراف المقيمة خارج المملكة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون ذات العلاقة. ومن صحيفة أخبار الخليج نقرأ أن هيئة المعلومات والحكم الإلكترونية أعلنت عن إطلاق مسح يعني باحتساب مؤشرات التعليم في المملكة، والذي يقيس مؤشرات القرائية لعينة المسح وفقا للمعايير الدولية الموضوعة لاحتساب هذا المؤشر، وتنفذه هيئته على مدى أسبوعين بالتعاون مع مركز اتصال الخدمات الحكومية صلة الخليج، وذلك في إطار جهودها لتوفير الإحصائيات والمؤشرات الوطنية الداعمة لمكانة مملكة البحرين إقليميا ودوليا، وتحديدا في احتساب مؤشر رأس المال البشرية. وحول أهداف المسح أوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تنفيذه يأتي مواصلة لتكريس جهود المملكة في تعزيز مكانتها الدولية في استيفاء المؤشرات الإحصائية في المجالات كافة، وخاصة المتصلة بمجال تطوير رأس المال البشري والمرتكز على التعليم والتعلم، مشيرا إلى أن مخرجاته ستسهم في تعزيز ترتيب البحرين في مؤشر رأس المال البشري في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024. نشرت صحيفة الوطن أن فريق طلبة البكالوريوس بمعهد البحرين الدراسات المصرفية والمالية BIBF أحرز جائزة أفضل شركة في فئة الجامعات عام 2023، وذلك خلال الحفل الختامي لمسابقة إنجاز البحرين لرواد الأعمال الشباب. وقدمت الجائزة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين. وقد تنافس الفريق مع العديد من الجامعات المرموقة على مستوى المملكة، حيث أظهر الفريق طوال فترة المسابقة روح الريادة والقدرات المتميزة في عرض الأفكار المبتكرة من خلال ابتكارهم لمشروعهم الفائز فور نيتشر، وهو مشروع تجاري بحريني لتصميم الأثاث الصديق للبيئة. وتم اختيار هذا المشروع كأفضل شركة في فئة الجامعات نظرا لمهارة الفريق الاستثنائية وحرصهم على اتباع ممارسات الاستدامة. بقلم الكاتبة هالة كمال الدين نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا لها حمل عنوان الحمد لله على نعمة البحرين، فإلى أبرز ما جاء في المقال. أشادت شخصيات أممية بما تحظى به المرأة البحرينية من الحصول على مناصب قيادية وبالتقدم المحرز في ملف المرأة. جاء ذلك على هامش أعمال منتدى دراسات السادس حول دور المرأة في صنع السياسات ومراكز البحوث، حيث أشادت الدكتورة فرناندا ألورنادوني رئيس البرنامج القطري في تصريحات صحفية بأن وجود 4 نساء في مناصب الوزراء هو بالفعل أمر جيد جدا، وأن نسبة تمثيل المرأة في المناصب الوزارية في البحرين تعتبر من الأعلى في دول المنطقة. حافظت مملكة البحرين على مكانتها الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، متفردة بتحقيق الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية. كما حققت مملكة البحرين مركزاً متقدماً ضمن البيئات العشر الأفضل أداءً التي توفر بيئة مثالية لاحتضان المؤسسات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لفتت صحيفة الأيام إلى أن مهرجان اللوز شهد في الأسبوع الثاني والأخير إقبالا كبيرا بحضور محلي وخليجي كبير. وبهذه المناسبة أكد الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية أن الوزارة ستعمل على وضع خطة متكاملة لعدد من المهرجانات التسويقية للثمرة البحرينية في الفترة القادمة وذي المواسم المقبلة.
وأشار وكيل شؤون الزراعة إلى أن المهرجان هو منصة مهمة للتعريف والتسويق للمنتج البحريني في هذا الموسم، يجعل من استمراريته وتطويره خلال المواسم القادمة ضرورة لما يحققه من أهداف تسويقية وترويجية للثمار البحرينية. منتج بحريني ومرغوب عند العوائل، عند حتى الشباب، الأطفال، حتى الكبار. عشان شكل أنا كل مرة أي شيء في أي منتج ولا أي شيء موسم أنا أسوي فيه. اللوز فيه إقبال، هو صح إنه غالي بس إقباله يشجع إن الواحد يستمر في إنه يسويه. والله بصراحة جايين نشوف اللوز البحريني، معروف البحرين باللوز، فقلنا زيارة، جايين زيارة البحرين، ومرة مرينا على المهرجان، مهرجان اللوز. شنو عجبك بالضبط؟ اللوز صراحة مميز، صراحة اللوز البحريني معروف عنه. والله العس كريم حلو، وسوى بعد شيء جديد الموهيتو. شنو موهيتو؟ موهيتو لوز سوى، ما شفته؟ جربته؟ لا إن شاء الله بجربه اليوم. أنا جاي السعودية عشان أجرب اللوز البحريني. أنا مشهورة في اليوتيوب قطر، جاية أجرب اللوز البحريني. ننتقل إلى أخبار الصحف الخليجية والعربية والعالمية، ونبدأ مع صحيفة الإمارات اليوم، ونقرأ أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحث العلاقات والتعاون الثنائي الخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة. هذا وشهد الجانبان تبادل 3 مذكرات تفاهم بين دولة الإمارات والهند تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين لتحقيق نقلات نوعية في مسار علاقاتهما الثنائية، خاصة في المجالات التي تخدم التنمية. نقلت صحيفة العربية اللندنية عن مصادر بالحكومة السودانية أن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع. هذا وكانت السعودية والولايات المتحدة قد علقتا في أوائل يونيو محادثات سابقة بين الجانبين السودانيين في جدة بعد انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار، حيث أدى هذا الصراع إلى نزوح ما يربو على 3 ملايين شخص إلى البلدان المجاورة. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن رؤساء المالية والمصارف المركزية في مجموعة 20 ناقشوا خلال اجتماعاتهم في مدينة غاندينغارا غرب الهند قضية عبء الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وتطورات التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من القضايا. وستكون الاجتماعات التي تعقد على مدى يومين ابتداء من يوم غد الاثنين 17 من يوليو الجاري من الاجتماعات 3 التمهيدية لاجتماع قمة 20 التي تستضيفها الهند في العاصمة دلهي مطلع سبتمبر المقبل. هذا وأعلنت الهند الاستعدادات لاكتمال التجهيزات النهائية للاجتماع واستقبال الوفود المشاركة. بعنوان أهلا بالوطن العربي في المملكة، كتبت صحيفة السابقة للسعودية الإلكترونية أن لجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أعلنت أمس استضافة السعودية دورة الألعاب العربية 2027، وقدمت اللجنة التهنئة للمملكة العربية السعودية بتسلم علم اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية العربية. كما رحب وزير الرياضة السعودي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز بالوفود العربية في النسخة القادمة من الدورة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، إلى اللقاء.